نقول نشوف احيانا ان الوالدين عاجزين عن التعبير عن حبهم لاطفالهم، وهذا الشيء يمكن يخلق نوع من القلق، التوتر، المشاكل. فعلا هاني يمكن كلامها هلك حلو مره، انه كيف احنا نقدر نعبر عن الحب، بس هو المشكله فين؟ انه في ناس تعجز انها ما تعرف. صحيح. او يمكن ما عمره اصلا جاها هذا الحب عشان تعطيه. فاليوم حنتعرف مع الدكتوره هبه شركس، اخصائيه نفسيه وتربويه، عن اهميه التعبير عن مشاعر الحب خصوصا من جانب الامهات والابهات وتاثير هذا الشيء على الاسره كلها. صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك دكتورة. في كثير ناس يعتقدوا أنه أعبر عن حب معناته أنا أوفر لك كل شيء تحتاجيه، فيمكن في بعض الأهالي يقول أنا جايبت لها أحسن بيت، أنا جايبت لها أحسن الألعاب، أحسن مدارس، وهذا بالنسبة لي أنا خلاص أعطيتها كل الحب، فإيش الطفل يبغى أكثر من كذا؟ هو أهم حاجة في فكرة الحب إن إحنا نطور ثقافة الحب عندنا. الناس ما تعلمتش ازاي تحب، ازاي تتبادل مشاعر الحب ما بينها وما بين بعضها. لازم نعترف بان احنا بنحب، ونبدا نعبر عن مشاعر الحب دي لكل الناس اللي احنا بنحبهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك، ان احنا نخبر من نحبه باننا نحبه، لان ده هو اللي بيزود الحب. لكن احنا معتبرين ان الحب ده من البديهيات، طالما دول اولادي يبقى اكيد انا بحبهم طبعا. فما فيش داعي ان انا اروح واعبر عن حبي لهم، طالما دي زوجتي يبقى وانا مستمر معاها يبقى انا بحبها، فما فيش ما يستوجب ان انا اروح اخبرها بحبي. لكن الحب مشاعر يجب ان احنا نعترف بيها ونظهرها ونعلن عنها ونعبر عنها بكل لغات الحب الخمسه. الخمسه، خمس لغات للحب اللي هو نتعرف عليهم. طيب كل واحد مننا عنده يا اما لغه، ممكن تكون لغته هي نفس لغه الارسال، نفس لغه الاستقبال، او اكون برسل الحب بطريقه وبستقبله بطريقه تانية. الخمس لغات هم الكلمات والتعبير عن الحب بالكلمات وبالثناء وبالاطراء وبالتقدير والاحترام، في بالخدمات زي ما تفضلت بالاهتمام والرعايه، ان انا لا بقدم خدمات معينه، ممكن كاسه شاي بالحب، ممكن توصيله لابنائي بالحب، فدي طريقه من طرق التعبير عن الحب. في طريقة كمان للتعبير عن الحب بتقديم الهدايا، والهدايا وفن اختيار الهدايا، ان الواحد يختار الهدية المناسبة فيعبر بيها عن حبه. في الحب بالتلامس الجسدي، الطبطبة والمداعبات، وحتى اللعب اللي احيانا بيكون ما بين الاولاد الشباب، وممكن يكون في تشابك جسدي مش تلامس جسدي، ده من لغات التعبير عن الحب التلامس الجسدي. وفي الوقت النوعي، ان انا اقعد مع حد واخصص له وقت ونتكلم عنه وعن اهتماماته، ده وسيله خمسه للتعبير عن الحب. فممكن يكون واحد من ابنائي عنده وسيله مش وانا طريقه التعبير عندي مختلفه عن طريقه الاستقبال عنده. فبالتالي ما توصلش رسائل الحب، يعني انا بعبر عن الحب بالخدمات وهو عايز التلامس الجسدي، فما يوصلهوش الحب. طب كيف يفهم الاب ابنه انه طريقه الاستقبال عنده غير؟ كيف يفهم؟ لازم يتعرف، لازم احنا كأهل ان احنا نعرف لغات الحب الخمسة دول، ونعرف نحلل أبنائنا هم ايه لغة الحب الأفضل بالنسبة لهم. جميل ان احنا في كتاب عن لغات الحب الخمسة، في فيديوز كتير عن لغات الحب الخمسة، جميل ان الأسرة تلتف كلها حوالين المعلومة دي ويبدأوا يناقشوها مع بعض، يقولوا أنا بحب أستقبل الحب كده، فالأب يقول أنا برسل الحب بالطريقة دي، فبعد كده لما الأب يقدم خدمة، يعني مثلا ياخد ابنه يوصله، الابن يترجمها ان ده لغه من لغات الحب. لما الام تقعد تذاكر له يترجمها انها لغه من لغات الحب، مش سيطره ومش رغبه في ان هي تفرض سيطرتها عليه. ففهمنا للخمس لغات وترجمه اللغات ما بيننا وما بين بعض داخليا في الاسره، هو اللي بيحقق الاشباع للاسره. جميل. طيب دكتوره، لو نتكلم عن طبعا كثير من الاباء والامهات والكل عندهم هذا الحب لأبنائهم، ولكن أحيانا يربطون الحب بتنفيذ الأوامر أو بالتسلط. إحنا كيف نعبر لهم عن حبنا ولكن بدون شروط، أن يكون حبنا غير مشروط؟ تمام. هو فكرة الحب غير المشروط إن إحنا نفصل دايما ما بين شخصية ابني وما بين السلوكيات اللي هو بيعملها، سواء كانت إيجابية أو سلبية. يعني لو هو تفوق دراسيا، فأقول له أنا بحب التفوق الدراسي ده وده رائع منك، لكن أنا بحبك أنت بشكل منفرد. يعني حتى لو التفوق الدراسي بتاعك قل شوية أو حصل فيه أي مشكلة، فستيل أنا بحبك. لو ابني عمل سلوك خاطئ، وليكن مثلا إن ابني خرج عن
عن المعتاد او عن سلوك الادب او الاحترام او كده، فانا باجي اقول له ان السلوك ده مرفوض لكن انا ستيل بحبه. يعني الطفل لازم يحس ان هو طول الوقت مهما حصل منه من سلوكيات ان هو مقبول وان هو محبوب ريجاردلس او بغض النظر عن هو بيتصرف ازاي، فده بيحسسه دايما بالامان. انا امن حتى لو اخطات، انا امن لم اكتر امانا طبعا حتى لو اجت، بس باستمرار اهلي بيدعموني وباستمرار في حب كبير ما بيننا وما بين بعض. دكتورة انا اشوف اهالي كثير ويمكن انا يوم من الايام حتحط في هذا الموقف، احنا مثلا كأم ولا كأب نكرس حياتنا لهذا الطفل ونديله الحب ونصرف عليه ونحطه في احسن الاشياء، لكن هذا الطفل حيكبر وحيدخل جامعة حيتزوج فحينشغل عني انا كأم مثلا. فهنا في بعض الاهالي يستخدموا العتاب انه انا يعني حياتي كلها كانت لك، صرفت عليك وديتك احسن شيء وانت ما تعرف تسال عني. فهنا كيف نصحح هذا الموضوع؟ كيف نفهم الاهالي انه لا هو عنده حياته، وفي نفس الوقت نفهم هذا الانسان انه لا انت لازم تراعي احساس الاهل؟ المشكله الاساسيه في الوضع اللي انت بتحكيه في ايه، في ان احنا مش بنعرف نحب نفسنا. قبل ما نمنح الحب لحد لازم نحب نفسنا الاول، لازم نهتم بنفسنا، لازم ندي لنفسنا مساحه جنب مساحتنا واحنا جنب مساحه تربيه الابناء. لان انا لو اديت كل حياتي للابناء هبقى طالبه منهم ان هم يدوا لي كل حياتهم لما يكبروا، لكن انا محتاجه ادي مساحه للحب الذاتي، احب نفسي واعتني بيها واطورها، واحب في المقابل ابنائي واعتني بيهم واطورهم، فبالتالي لما اكبر في السن يبقى عندي رصيد نفسي وعندي قدره على الاستقلاليه العاطفيه، واللي بيديه أبنائي ده إضافة على اللي موجود عندي، مش هم المصدر الوحيد للحب عندي. والله يعني هذا الكلام لازم يوثق وينتشر كل مكان. والله أتمنى ده ضرورة، ده ضرورة. دكتورة الآن أهمية مستوى الحب بين الأب والأم وانعكاسه على الأطفال. الأطفال اللي بيتربوا في بيئة فيها الحب بيبقوا قادرين على إن هم يكونوا أسر مليئة بالحب في المستقبل. بيتعلموا إزاي يعبروا عن مشاعرهم، بيتعلموا لغات الحب كلها وبيقدروا يطوروها، فبالتالي بتبقى أسرهم ناجحة. كتير جدا جدا من الاستشارات بتكون نتيجة لإن شخص اتربى في بيت كله حب واتزوج من واحد من شخص تاني اتربى في بيت فيه قسوة وفيه جفاف، فبالتالي لما بييجوا يندمجوا مع بعض ما بيقدروش إن هم يمنحوا لبعض الحب بطريقة سلسة وبسيطة. تعبير الأب أو الزوج لحبه لزوجته أمام الأبناء بيديهم نموذج، لأن الحب ده حاجة لازم نعبر عنها، لكن خجل ولأ وما يصحش وعيب، هو ده اللي بيخلي عندنا جمود عاطفي. وحتى لو المشاعر جوانا بالضبط جفاف، وحتى لو المشاعر موجودة جوانا احنا بنمتنع عن التعبير، فبيحصلش إشباع للطرف الآخر من الحب. الدكتور ممكن يصير في حالة استثنائية، يعني دائما يعني خاصة في المواقف الاجتماعية لما الواحد يروح يخطب يقول انه هذا جاي من بيت جاف، ولا مثلا الاهالي اصلا منفصلين وما يحبوا بعض، ودائما يحطوا موقف انه اذا هو ما شاف حب ما حيعطي حب، فممكن تكون في حالات استثنائيه انه هو يطور نفسه. بالعكس، في ناس ممكن تحرم من الشيء وتحاول ان هي تعوضه. ده موجود بشكل كبير. الفكره كلها في الوعي، ان انا اعي ان انا الشيء ده. دايما احنا بنعمل اختبار للمقبلين على الزواج، بنقول لهم ايه اللي عندكم في اسرتكم عايزين تاخدوه معاكم في الاسره الجديده، وايه اللي عايزين تغيروه. الله. ده بيعلي الوعي، بيعلي الوعي بشكل كبير، بيخليه هو شايف ايه اللي عايز يعدله في الاسره الجديده اللي بيكونها. فممكن يكون واحد ان انا ما كناش بنعبر عن الحب او كان في جفاف في اسرتنا، فانا في الاسره الجديده انا حابب ان انا اعبر عن الحب بشكل اكبر، واللي بيدور على حاجه بيلاقيها، واللي عايز يتعلم حاجه بيتعلمها. شكرا لك. كلام جميل دكتوره. ونتمنى ان شاء الله كل الاسر يكون فيه يعني علاقتهم فيها حب بين الاباء والابناء. والله يعني يوفق الجميع ان شاء الله. هذا سؤال صراحه جدا مهم، انه كل واحده او كل واحد يساله للانسان اللي حيتزوجه انه ايش تبغى تاخذ من بيتك لاسرتك الجديده. والله حلو السؤال هذا، حلو سؤال قوي. سؤال قوي ومهم. انا ما ودي اخذ، انا ودي اخفف. تخفف ايش؟ عاطفه وحب. يا سلام. والله العظيم ترى انه احيانا حتى الموضوع لما يكون فيه عاطفه وفي حب ما تلقاه، يعني ما تلقاه يعني ما ادري.